السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سلسلة مصطلحات كندية. مصطلح اليوم هو هيلث كارد، الهيلث كارد والفاميلي دكتور. سميرة عايزة تشاركني النهاردة المصطلح معاكم، بس ايه زيك سمورة. طيب الهيلث كارد يعني هو مش محتاج شرح كتير، هو البطاقة اللي بتاخدها من المقاطعة اللي انت فيها بخصوص التأمين الصحي بتاعك. التأمين الصحي هنا أو الخدمة الصحية هنا بتقدم مجانا، مش كلها هشرح بعد شوية، بتقدم أو الجزء اللي بيقدم منها مجانا اللي بيدفعها المقاطعة بتاعتك، ما بتدفعهاش الحكومة، حكومة كندا ما لهاش دعوة بيها، هو بتيجي من الميزانية بتاعت المقاطعة بتاعتك. علشان كده الهيلث كارد بتاخده من المقاطعة بتاعتك. لازم الأول تكون سكنت، انت لسه جاي جديد، فلازم الأول تكون سكنت وعندك عقد إيجار أو عقد تملك، عندك عقد يعني في المقاطعة اللي انت فيها، وبعدين بتروح لسيرفيس كندا المقاطعة اللي انت فيها أو تعملها أونلاين على حسب المقاطعة. يعني احنا هنا في ساسكاتون، ساسكاتشوان بشكل عام، ممكن تعملها أونلاين. أونتاريو معرفش دلوقتي بقى أونلاين ولا لا، لكنه أنا كنت لما رحت بنفسي للمكتب بتاعهم سيرفيس كندا، مش فاكر هو سيرفيس كندا ولا كان اسمه ايه. المهم فأنت بتاخد معاك اللي ما يثبت إقامتك في المقاطعة دي، مع طبعا الإقامة الدائمة أو اللي هو الورقة بتاعت الكونفورميشن بتاعت الإقامة الدائمة، وبتاخد الهيلث كارد. الهيلث كارد في بعض المقاطعات بتدي لك اياه بعد 3 شهور من تاريخ اللاندنج بتاعك، بشرط انك انت ما تكونش سبت البلد اكتر من 6 اسابيع. يعني لو عملت لاندنج ورحت، انا عملت كده، لما عملت لاندنج ورحت السعوديه، رجعت السعوديه ورجعت بعد شهرين، قالوا لي انت عديت الست شهور وحسبوا لي الثلاث شهور من يوم ما رجعت المره الثانيه، مش من اللاندنج بتاعي. لكن لو كنت اقل من 6 شهور كان انحسبت الفتره دي اللي انا فيها برا كندا. طيب انت بتقدم، بتاخدها سواء هنا في ساسكاتون بتاخدها او ساسكاتشوان بتاخدها او البرتا اظن كمان بتاخدها على طول، خلال اسبوع بتكون عندك في البيت الكارت، او 3 شهور زي اونتاريو. ما اعرفش اذا كان في مقاطعات ثانيه كده ولا لا، مش ده المشكله. هتعرف انت يعني ادخل على الموقع بتاع المقاطعه بتاعتك وشوف القوانين، يعني الفتره بتاعتهم ايه هي. النظام نفسه، النظام الصحي هنا بيبقى ازاي؟ كل واحد منا، انا لسه جاي جديد، اعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه بروح للصفحه بتاعت اللي هي وزاره الصحه في المقاطعه اللي انا فيها، هلاقي هناك حاجه اسمها قائمه الفاميلي دكتورز اللي بيقبلوا مرضى جدد. الفاميلي دكتور هو الكونسبت، او يعني هو الكونسبت اللي شغالين عليه هنا في كندا. كل واحد بكل فاميلي دكتور بتاعه، طبيب العائلة، كل واحد، كل فرد له طبيب العائلة. لما بتمرض، لما بيحصل لك حاجة لا قدر الله، هو طبيب العائلة هو اللي انت بتروح له اول واحد، وبعدين اذا هو شايف انه هو يحولك لمختص، هو اللي بيحولك لمختص. شايف انك انت محتاج تحاليل، محتاج اشعة، هو اللي بيعمل لك ده كله. فانت علاقتك الطب هنا في كندا هو الطبيب العائلة. فانت اول حاجة بتعملها بتنزل بتدور على طبيب عائلة في قائمة اللي هتلاقيها في الموقع بتاع وزارة الصحة عندك، ايه هم الاطباء اللي بيقبلوا مرضى جدد. وهتلاقي اطباء بيتكلموا عربي، بيتكلموا اللغة اللي انت عايزها، يعني لغة بلدك، هتلاقي موجود في الموقع ده او في القائمة، هيقول لك ده بيتكلم اي لغة. خلاص انت بعد كده اول ما يعني ما بتختار واحد، بتكلم التليفون اللي هم العيادة اللي هو فيها وتقول لهم انا عايز اسجل عنده، عايزه يبقى طبيب العائلة بتاعتي. فبتروح وبيعمل لك فحص شامل، تحاليل كاملة، يعني كفحص يعني اولي عشان تكون عنده بداية الفايل بتاعك، الملف بتاعك. بعد كده كل لو انت حابب انه يعني كل ما بيحصلك حاجة لا قدر الله حاجة بتروح له، بتعمل موعد معاه وتروح له. طيب انا مستعجل وهو مش فاضي يعمل ايه؟ بتروح برضو في عيادات اللي هي بتقبل المرضى اللي هم الووكن، اللي هم مش جايين بمواعيد، اللي عندهم حالة طارئة بس مش عايزين يروحوا الاسعاف. فممكن تروح لاي مكان بيقبل الحالات اللي هي الووكن، وبتروح تشوف اي دكتور وهو هيحول الورق الحالة بتاعتك، او يعني هيحول نتيجة الفحص بتاعك
هي حوله لدكتورك بعد كده. دي الحلاج اللي هي مستعجله، يعني انت عندك حراره سخونيه مش عارف ايه، مش هتستنى دكتورك يومين ولا ثلاثه ولا اربعه، بتروح لاي حد مش مشكله. طبعا عندي حاله خطره، حاله في دم بينزل ولا اي حاجه، بتطلع على طول الطوارئ في المستشفى، وعلى حسب حالتك فعلا الطوارئ هيشوفك، يعني ممكن تقعد 5 ساعات 6 ساعات على حسب الحاله اللي انت فيها. لو بتموت حادث عربيه مش عارف ايه طبعا بيدخلوه في الاول، لكنه اللي بيروح مثلا حراره ومش عارف ايه، انا مره رحت جتني خبطه في راسي فما كنتش عارف، كنت خايف وما كنتش قادر استنى، كنا في الليل مش عايز استنى للصبح لا يحصل حاجه لا قدر الله، فطلعت الطوارئ خلوني قاعد في اوضه 6 ساعات، مش اوضه حتى، في حته كده على جنب 6 ساعات. وقالوا لي خلاص روح يا ابني، ما دامت 6 ساعات ما حصل لكش حاجه يبقى انت الضربه دي ما فيهاش مشكله. تمام. كل بقى لما تروح للحاجات اللي انا قلتها دي كلها، كل الكشف ده مجاني، لما يحولك للتحاليل مجاني على 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 التامين الطبي بتاعك او تامين اللي هو الحكومه المقاطعه بتاعتك، الاشعه مجاني، الطوارئ، اي حاجه تحصل لك في المستشفى مجانيه، كل ده متكلف به المقاطعه متكلف به. طب ايه اللي مش مجاني، ايه اللي مش متكلفه به؟ الادويه ما لهمش دعوه بيها، العلاج الطبيعي برضه ما لهمش دعوه بيه، الاسنان بره الموضوع، العيون، الكشف، النظارات ومش عارف ايه، ما لهمش دعوه بيه. هم ليهم بس بيدوا لك الخدمه لو انت عندك مشكله في عينك، يعني في الم، في انتفاخ، في اي حاجه بتروح تكشف عينك عادي، لكنه كشف النظر والحاجات دي ما لهمش دعوه بيها. ده بشكل عام النظام الطبي، في ناس بيعجبهم النظام ده، في ناس مش عاجبهم النظام ده. عموما هتسمع فيه كلام كتير من ناس مبسوطه وناس مش مبسوطه، القصص من الطرفين منتشره، فيعني زي اي حاجه في الدنيا، لما يعني على حسب الطبيب وقدرات الاطباء، الطبيب اللي انت بتروح له. الطبيب العائله بتاعك لو مش عاجبك ممكن تغيره، ما فيش يعني انت مش ملزم بالطبيب العائله بتاعك، فانت لو مش عاجبك من هو الاساس بتاعك لو مش عاجبك غيره. زي ما قلت انت بتسجل على طول، اول ما تنزل تروح تشوف مين القائمه الاطباء اللي بيقبلوا ناس جدد، بتسجل اسمك عندهم، عنده تختار واحد وتسجل اسمك وتحجز موعد كشف كامل، بيكون تقريبا نص ساعه، وبعدين وخلاص بعد كده بتروح له وقت الاحتياج. طب اعمل ايه انا في الثلاث شهور الفتره الاولى دي، او اعمل ايه في الادويه؟ غالبا يا يكون يا تروح تشوف شركه يعني بتقدم تأمين طبي خاص، بتدفع مبالغ، انا كنت بدفع 10 ريال في اليوم، 10 ريال لسه بقول ريال، 10 دولار في اليوم تقريبا، دفعت 300 دولار في الشهر او حاجه زي كده، اعتقد 300 دولار دفعتها. دي بتغطيك، كان وقتي بتغطيني كل حاجه حتى الاسنان. او لو اشتغلت غالبا الشركه بتقدم لك خدمه التأمين الطبي دي، وبتدفع لهم برضه مبلغ رمزي وقتها، انا بدفع هنا في الشهر تقريبا 50 دولار للتامين الطبي. ده بس كل اللي له علاقه بالهيلث كارد. الهيلث كارد هو الكارت بتاعك اللي بتقدمه لما انت بتروح المستشفى، وبتروح اللي هو طبيب العائله، وتروح العياده اللي هو الووك ان، كل ده بمجرد معاك الكارت ده بتستخدمه. طب لو طلعت برا المقاطعه بتاعتك ممكن تستخدم الكارت ده، مش مشكله طول ما انت داخل كندا. برا كندا لازم يكون عندك تأمين دولي، يعني ممكن تستخدم، انا قريت في الساسكاتشوان بقول لك يعني في حالات اللي هي طريقه جدا، والريت هيحاسبك على الريت بتاع الساسكاتشوان مش الريت بتاع الدوله اللي انت فيها. طيب انا انتقلت من مقاطعه لمقاطعه، بتقدم وبتاخد بعد 3 شهور، كل المقاطعات هتدي لك بعد 3 شهور، والكارت القديم بتاعك اللي هي المقاطعه اللي فاتت هيفضل معاك 3 شهور دولي. ايه تاني؟ بس هي دي كل ما يتعلق بالكارت ده والفاميلي دكتور زي ما قلنا. بس اذا في اي سؤال حطوا لي اياه في تحت وانا اجاوبكم عليه ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله في مصطلح جديد، وفي امان الله.